دام أبو محمد الحمصي، اطلعنا عن تفاصيل المشهد الميداني في حمص. سيد أبو محمد، السلام عليكم. تعرضت يعني اليوم أحياء حمص القديمة لقصف عنيف، وخاصة حي باب الدريب الذي شهد سقوط عدة قذائف هاون. في حي دير بعلبة اشتباكات عنيفة جرت صباح اليوم بين ثوار دير بعلبة وحواجز شارع الستين، أدت إلى مقتل العديد من عناصر الحواجز، وأصوات التكبير الآن تعلو في الحي. في القصير تعرضت المدينة اليوم أيضا لقصف عنيف لمنتهيات ثقيلة على الحي الجنوبي، قام بها الجيش الحر بضرب أحد المخافر الحدودية التابعة للجيش الأسدي، وأسر جنود كلهم يعني جميع عناصر الحاجز تم أسرهم واغتنام ما كان متواجد من عتاد على الحاجز. ايضا في الرستن تجدد القصف على المدينه من قبل كتائب الاسد والشبيحه، مما ادى لسقوط العديد من الجرحى بينهم اطفال، ومركز القصف من المناطق المواليه وايضا من كتيبه الهندسه في منطقه البشرفي. ايضا تعرضت مدينه غنطو للقصف بالرشاشات، وذلك ايضا من القرى المواليه للنظام، وخاصه قريه جبورين. هذه القريه التي يتم يوميا يعني استهداف بلدات الغنطو والرستن وباقي الاحياء، اضافه الى احياء جوبر والسلطانيه وبساتين بابا عمر. تعرض يعني هذه المنطقه لقصف الاسلحه على يد قوات كتائب الاسد، كما يستمر يعني الكادر الطبي في بابا عمر في مداواه الجرحى والمرضى رغم صعوبه يعني الظروف في حي بابا عمر. ايضا احياء القصور والخالديه وجرد الشيح، جميع هذه المناطق تقصف اليوم. يعني كتائب الاسد اليوم يعني تقصف جميع الاحياء في حمص. نعم. ولا يعني تستوفي سيد ابو محمد، ماذا عن التواجد لكتائب الجيش الحر في حمص وايضا الاشتباكات الدائره بينها وبين الجيش النظامي؟ نعم، يعني الان كتائب الاسد لا تستطيع اقتحام الاحياء والقرى في حمص، يعني تقصف هذه المناطق من الخارج، والجيش الحر يعني يسيطر داخل الاحياء على الاحياء كما يحصل في حي دير بعلبه واحياء حمص القديمه والخالديه. يعني الجيش الحر يدافع عن هذه الاحياء بصد الاقتحامات اليوميه لكتائب الاسد، لكن كتائب الاسد تستعمل اليوم الطيران الميك في قصف هذه المناطق وايضا قذائف الهاون عن بعد. من حمص عضو شبكه شام ابو محمد الحمصي، شكرا جزيلا لك.